نجح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حل الخلاف بين اللاعبة جنة عليوة واللاعبة شهد سعيد، وده بعد استقباله ليهم بالأمس في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ده طبعا للصلح بينهم وإنهاء أي خلافات. كان موجود عدد من أفراد أسرتي اللاعبتين ورئيس نادي أكتوبر الرياضي. طبعا كان في حديث ودي ما بين وزير الشباب والرياضة مع اللاعبتين ومع أسرهم، وأكد الوزير على ضرورة اهتمام اللاعبتين بمستقبلهم في رياضة الدراجات وإنهاء أي خلافات وقعت بينهم خلال الفترة الماضية، وأكد على أن الروح الرياضية والحفاظ على سلامة المنافسين هي سمة أساسية لجميع الرياضات. وأعتقد يا مصطفى ده الأساس المعمول علشانه اللعب والرياضة والمنافسات، إن إحنا يبقى عندنا روح رياضية نتقبل الهزيمة ونتقبل الفوز ونسعى له، ويبقى عندنا تنافس. التنافس ده شيء لطيف جدا، بس في حدود، إن إحنا نبقى محافظين على سلامتنا وسلامة اللي حوالينا. أعتقد دي بتفرق جدا، وده برضو بيخلينا بصورة بنظهر بصورة محترمة ومشرفة تليق بالمصريين في المنافسات الدولية. عشان كده بيسموها الروح الرياضية. نتمنى إن إحنا يعني ربنا يديم علينا هذه الروح الرياضية. أكيد.